ولا يقول لك يا مسلم ولا يعطيك أي كلمة نابية. نعم صح. ممنوع عنده منع باتاً، ما يجرح، ما يجرحك بشيء، لا يحترمونك، يمكن يقاضيك بعد. إيه عندهم قضاء، عندهم قضاء في العنصرية وما العنصرية، مؤدبين راقين جداً كشعب يعني. هونغ كونغ طبعاً جميلة، دولكم متقدمة يعني. نعم. هونغ كونغ الصين أنا زرتها، زرت ماكاو، جزيرة صغيرة من الدول اللي زرتها وقلت ما عاد مزايرها ماكاو يعني. فبس ما شاء الله يعني أوروبا كثيرة، لكن البلدان العربية مثل الأردن اللي كنت أتمنى أجيها أكثر وأكثر وأكثر. والله والله من داركم لداركم يعني، ما الله الله يجزاك خير، والله أنت ونس بشوفتكم، والله بيتكم البلد يستاهل أهلها. كيف متابعة أهل الأردن للبرنامج وللقناة من قبل يعني؟ أنت كنت تتابع من قبل؟ والله أنا أقول لك يعني كانت في لي متابعات البرامج. كيف قرأت عن البرنامج؟ كيف قدمت للبرامج اللي قبل؟ وأنا مثل ما تقول يعني ناشط شوي اجتماعي من قبل، وكانت مستطلع. إيه وكانت لي مقابلات مع جلالة سيدنا يعني الملك عبد الله الثاني، ما شاء الله. نعم. وجهله تحية أبو حسين، وأيضا في لي يعني ختات مع بعض المناصب عندنا في المملكة بحكم أني شاعر وخدت عدة ألقاب يعني داخل المملكة، ما شاء الله. فحصلت من الشعب يعني تقديراً من محبتهم وتقديرهم خلال لقائي مع جلالة الملك، حصلت على لقب شاعر جلالة الملك، ما شاء الله. الله. ما شاء الله. لقب شاعر الجامعة الهاشمية أول ما طلعت منها، ما شاء الله. فصار بعض المقاطع لما تطلع من البرامج الواقعية صار يرسلوا لي الناس مش على نشوف إنه مكانك في هذه البرامج، نبيك تمثل المملكة بهذا الشيء، وأنت إنسان شاعر وعندك خلفية ما شاء الله جميلة واو واو إلى آخره. فقلت إن شاء الله. أحد الأيام قدمت لأحد البرامج السابقة، بس كنت أدرس في الجامعة إلى الآن، فكنت ما غير يعني ما أدري متحير ما بين أروح ما أروح، متردد ليه؟ علشان الدراسة، وتعرفون أنتم الدراسة يعني الشهادة سلاح مثل ما مستقبل يقول. مستقبل والمستقبل تحاول أنك ما تتونى فيه، خلك على نفس الحماس. صح. اللي أنت فيه. والله اني مثل ما تقول تقريبا انقبلت، لكن سبحان الله في صليت لي استخرت وقلت سبحان الله، قلت خلاص ودي اعين خير واكمل هالترمينه اللي علي وبعدها فرج، والعالم يدرون اني انا يعني ودي. سبحان الله دارت الايام وانطرح البرنامج، وصارت العالم اشوف يجيني منشن على تويتر على التيك توك على الكثير باماكن. نعم. نبيك تشارك. حلو. فأنا كانت بالصدفة كانت لي زيارة هنا للرياض، فجالس أقول أروح ما أقدم ما أقدم، قلت والله أني بإذن الله أني أبي أقدم، لأن هذا الشيء أنا كنت أبي من قبل. يا سلام. فأول ما انقبلت في البرنامج والله أني أذكر أحد الأخوات اللي كان المرسلي لي على سناب يقول أنه أخيرا حلم مشعل تحقق من 4 سنين، ما شاء الله. فشوف العالم من متى متذكرة اني انا حاب البرامج الواقعيه هذه، ويبوني امثل المملكه في 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 هذا هذا المكان. كفو والله، خير من يمثلهم. والله يا الله يرفع قدرك، خير من يمثل الاردن واهلها. الله يطول عمرك. يبونا شاعر مهين. الله يرفع قدرك. ومن دارك لدارك. الله يرفع.